مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية والانطلاقة الرابعة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الرابع الخاص باللقاية القعدان المهجنات الأصايل لأيضا أبناء القبائل في هذا الصباح المميز الجميل على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم المجريات، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، نتابع المسيرة في هذا الشوط. وهنا من يفتتح الصدارة والمركز الأول في هذا الأداء مجهول المركز الثاني. يأتينا المحيط العبد الله بن حمد بن لحيمر المحرمي، هناك أيضا القدوم في هذه اللحظات من صغان الراشد بن حمد بن علي بن مرخان لقتبي، وعلى المركز الرابع يتواجد بهذا الأداء هنا يأتينا بالانطلاق الجميل شاهين صالح بن حمد القمرة المري وشاهين لحبيب بن محمود بن حبيب، يصل في هذه اللحظات وينطلق إلى المركز الرابع. المركز الخامس المحيط العبد الله بن محمد بن حمر المحرمي، وهناك أيضا لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي ما يهاب، يصل بهذا الأداء الجميل. هناك القدوم من الحذر محمد بن مصبح بن نايع من يأتي على المركز السابع. المركز الثامن شاهين للدكتور سعيد بن محمد بالشرجي، ومن الجانب الآخر للسيد هزيم بن محمد المسافري من وصل أيضا من الجانب الآخر محمد بن علي بن هزيم ما يهاب، يصل ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هنا أيضا يأتي بهذا الأداء الجميل، هناك أيضا والتسلل من الجانب الآخر مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير على ظهر الأسد. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق في التحدي الجميل. وصغان من غير النتائج رأس على عقب، انتزع الصدارة، انتزع المقدمة صغان لسيد راشد بن حمد بن علي بن مرخان لقتبي، هل يكرر الفوز كما كرر هناك أم صيحان في الشوط الأول الرئيسي للقعدان المحليات؟ هنا صغان في القعدان المهجنات. المركز الثاني ما يهاب، في المركز الثاني لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وفي المركز الثالث المحيط العبد الله بن محمد بن لحمر المحرمي من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ما يهاب لمحمد بن علي بن هزيم المسافري، وفي المركز الخامس يصلنا مناور الحمد بن نابت بن غيله العامري، وفي المركز السادس شاهين الدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري، وهنا شاهين صالح بن حمد بن قمره المري من ياتينا بهذه الانطلاقه السابعه. وفي المركز الثامن، المركز الثامن ياتي شاهين حبيب بن محمود بن حبيب الاسد، في المركز التاسع المكتوم بن محمد بن راشد بن غدير، ومن الجانب الاخر ادهم الحمد بن نافع الشدي من ياتينا على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشره الاولى في الانطلاق والتحدي الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول، الى صغان من يسيطر كل السيطرة على زمام الامور، على الصدارة، على المركز الاول. صغان راشد بن حمد بن علي بن مرخان لقتبي على الصدارة، على المقدمة، وعلى المركز الاول بأداء وعرض جميل على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ما يهاب لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من يأتي على ثاني المراكز، والمركز الثالث ما يهاب لمحمد بن علي بن هزيم لمسافري من يأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يأتينا مناور الحمد بن نابت بن خيلة العامري من يأتي مشاهدينا ومتابعينا الكرام
المركز الخامس الآياتنا من هنا في هذه اللحظات المحيط لعبد الله بن محمد بن الحمر المحرمي من يأتينا مشاهدينا الكرام على المركز الخامس. المركز السادس أدهم الحمد بن نافع الشدي وصل هنا العميد وصل لمحمد بن قحيد المهيري في أول ندى للعميد في هذه اللحظات صاحب الشوط وصل وعينا على الصدارة عينا على المقدمة. يا سلام والتحديات جميلة مشاهدينا الكرام وبدت التحديات بالفعل من اقترابنا من ايضا الامتار والكيلومتر الاخير ولكن هنا العميد بنغير الى الصدارة لمحمد بن قحيد المهيري. المركز الثاني ما يهاب لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مناور لسيد حمد بن نابت بن خيلة. يأتينا ثالثا المركز الرابع هنا يأتي المحيط لعبد الله بن محمد بن الحمر المحرمي وفي المركز الخامس لسيد محمد بن علي بن هزيم لمسافري ما يهاب. المركز السادس اختلط الحابل بن نابل هنا يأتي شاهين محمد بن عبيد بن عيد المنصوري أيضا قادم في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل والتحديات قوية. يا سلام الوصول أيضا من القادم في هذه اللحظات السيد عبد الله بن حميد بن قعيب القادم بهذا الأداء نعم مع شاهين. يا سلام ولكن بعود إلى الصدارة بعود إلى المقدمة بعود إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط وشاهين شاهين العبد الله بن حميد بن كعيب من انتزع الصدارة انتزع المقدمة انتزع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يا سلام أشكرك أشكرك يا أبو حميد أشكرك يا أبو حميد. هو شاهين العبد الله بن حميد بن حميدان على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الذيب في المركز الثاني الحمد بن سريم الكتبي. المركز الثالث شاهين محمد بن عبيد بن عيد المنصور أدهم على المركز الرابع الحمد بن نافع الشدي وفي المركز الخامس دكتور سعيد محمد الشرقي ولكن بعود إلى شاهين بعود إلى شاهين من يسيطر على زمام الأمور يسيطر على الصدارة على المركز الأول وعلى مجريات هذا الشوط. شاهين وملكيت العبد الله بن حميد بن قعيب الفلاسي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو السلام لأهالي العوير على هذا الأداء الجميل تهانينا هو الناموس للسيد عبد الله بن حميد بن كعيب على هذا الفوز المتميز ايضا وتهانينا على هذا الاداء. المركز الثاني شاهين محمد بن عبيد بن عيد المنصور. المركز الثالث الذيب لحمد بن سريم الكتبي. المركز الرابع حمد بن نافع الشدي. المركز الخامس محمد بن علي بن هزيم. المركز السادس الدكتور سعيد محمد الشرقي. المركز السابع حمد بن نابت بن خيله. المركز الثامن ياتينا للسيد حمد بن خويتم العامري والتاسع لبن الحمر والعاشر ايضا سعيد بن راهل بن حمد بن غدير. 7:50 جزء واحد يتيما من الثانيه تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن حميد بن كعيب على فوز شاهين بالمركز الاول. اما المركز الثاني فكان من نصيب شاهين لمحمد بن عبيد بن عيد المنصوري. 7:51 9 من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمني. اما ثالثي المراكز فكان من نصيب الذيب الحمد بن سليم الكتبي. 7:57 3 من الاجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس.